أعطيني حقي. علاش نخدم في 25 ساعة؟ علاش خدم فيه في 25 ساعة؟ معناها تخلصني أقل وزيد نخدم أكثر؟ علاش؟ نخدم معلم ونص، تعرفش معناها معلم ونص؟ معناها ملي ندخل نحل المدرسة لين نروح نكملها بالسبت نسكر المدرسة ونروح. معناها ولا بالحق والله ماهزلة بالحق راهو، والله ماهزلة والله بالحق، تدخل من الاثنين تكمل بالسبت وتروح. معناها حتى راحة ما عندكش يا رسول الله. نحن رانا مربين ورانا نعرف شنو لينا وشنو علينا. رانا ماناش دعاة فوضى. ومناش جينا باش نعملوا فوضى ولا باش نعملوا شوشره، لا يا اخي انا نطالب حقي. يا حتى راحه ما عندكش يا رسول الله، وتقرف النفوات الكل، هات الاولى هات الثاني هات الثالث ومشي. خي خدمني انا خل فهمتني، ولا مع احترامي مع احترامي لحارس المدرسه فهمتني، ولا والمهنة كل احترامي لها اخويا، خدمني انا حارس مدرسه ومعلم وفي نفس الوقت. والسلام عليكم. احنا اليوم جينا في وقفه احتجاجيه، وهذه سبقتها وقفات احتجاجيه عديده، نطالبوا بحقنا في تسويه وضعيتنا اللي هي الوضعيه نتاعنا اللي هي 25 ساعه، معناها نقروا معلم ونص، هذا معناها منافي للاخلاق ومنافي للقانون. معناها حتى القانون الاساسي التعليم الابتدائي يقول معناها ما فماش 25 ساعه، معناها الرتبة الدنيا معناها فهمتني ولا هي استاذ تعليم ابتدائي اللي هي 18 ساعه. هذا حقنا احنا، تحصلنا على شهيد وخذين شهيد في جامعات تونسيه، دونك ماناش مسلمين في حقنا. حقنا هذا ينطالبوا به، نطالبوا بتسويه وضعيتنا، معناها نخلصوا اقل من 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 من, 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 من الزملاء ونخدموا اكثر بسبع سوايع من الزملاء. هذا يا ظلم، معناها ظلم بالحق، معناها بكل الشريعه السماويه والدنيويه وكل الشريعه، معناها هذا راه ظلم. دونك حقنا هذايا ماناش باش نسلموا فيه، وماناش باش نبطلوا تحركات مازالت متواصله. اذا ما خديناش حقنا رانا باش نتحركوا ورانا باش نتواصلوا في التحركات نتاعنا، سواء كان جهويه على مستوى المندوبيات او على مستوى وطني امام وزاره التربيه، وان كلفنا ذلك باش نلتحقوا حتى بالقصر والا نلتحقوا بالحكومه برئاسه الحكومه باش نطالبوا بحقنا. حقنا هذايا ماناش باش نسلموا فيه، فهمتني؟ خاطر هالعبيد هذه تخدم 25 ساعة، علاش خدم فيها 25 ساعة؟ هذه عندها إجازات وعندها شهادة تونسية وما خدتها شهادة تونسية في الجامعة التونسية. يا أخويا معناها فهمتني، وفيها العبيد الدكتوراه وفيها الماستير وفيها معناها علاش؟ علاش الظلم هذايا؟ معناها نجوا لهنا الوزارة فهمتني ولا يقولوا فما أمر ترتيبي باش يهبط، هي وقتاش باش يهبط أمر ترتيبي هذايا؟ ودونك معناها ما ثم حتى شيء، حبر على ورق مجرد كلام. دونك احنا ماناش متسحسحين من هنا باش ناخذوا حقنا، ومواصلين في اعتصاماتنا ومواصلين في تحركاتنا لنال حقوقنا. أعطيني حقي يا خويا وخلينا نمشي شد قسمي. أعطيني حقي، علاش نخدم في 25 ساعة؟ علاش خدم فيه في 25 ساعة؟ معناها تخلصني أقل وزيد نخدم أكثر؟ علاش؟ خي ما عنديش شهادة أنا بشهادتي راهو، أنا راني خريج جامعة تونسية. راني خريج جامعة تونسية ومندراك. توشي على الأقل باش تقابلوا الوزير بويسكو أنتوما جيتوا طويل. احنا قابلنا عديد المرات فهمتني، قابلنا براسك الوزير اللي مرت على وزارة التربية قابلناه. باهي؟ وفي اجتماعات معناها فهمتني في الطرف الاجتماعي والطرف. شي هذا يستجيب لمطالبكم الوزير الجديد. قابلناه السيد الوزير فهمتني ولا، وقال انا فهمتني ولا بروبليمو ما ثم حتى شيء، هانا نستنوا في الرد من الحكومه وما نعرف شنيا. دونك هذا كله حبر على ورق، بالحق حبر على ورق، مننا حتى شيء. على فكره راهو وقت الهبطون هبطوا تكوين، راهو هبطوا تكوين وبدا في بعض الولايات معناها كيما القصرين بدا فيها التكوين، ومن بعد قصوا. شنو الحجه اللي خرجونا بها؟ قالوا راهم المتفقدين هم المضربين، وراهم المتفقدين اللي ما حبوش يتكونوا من هنا، معناها من 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 جهه متفقدين ما حبش يكونوا، ومن جهه اخرى ما ثماش امر ترتيبي. معناها ايه امر ترتيبي؟ هبط لي امر ترتيبي يا اخي، هبط لي امر ترتيبي اللي انا راني باش تسوى وضعيتي، معناها الانتقال من صنف A3 لصنف A2، من صنف A3 لصنف A2، هذا يا حقي. مش عامله لي مزيه راني، راك مش عامله لي مزيه راهو، هذا يا راهو حقي. اللي هي قبل المعلمين تحت بالباك، معناها معناها كي تشوف قبل كما قالت الزميله معناها بالبكالوريا عباد وتسوت وضعيتهم. احنا سيدي قالونا راه فما تكوين، اي يعطيني التكوين وهو هبط لي الامر ترتيبي، خلينا نمشي نعمل تكوين على روحي يا اخي، ونبدل من صنف فهمتني ولا من صنف A3 لصنف A2. راهو ما يجيش هذايا بالحق عيب، وماناش نسلموا في حقنا، وباش والمسيره تستمر فهمتني ولا لنيل حقوقنا، وما لين كما نقولوا فيها معناها راهي الحقوق تفتك ولا تهدى. الحقوق تفتك ولا تهدى. احنا رانا نعطيك حاجه، احنا رانا مربين ورانا نعرفوا شنو لينا وشنو علينا. رانا ماناش دعاة فوضى، وماناش جينا باش نعملوا فوضى ولا باش نعملوا شوشره، لا يا اخي انا نطالب حقي، نطالب حقي. حتى وقفتنا وقفه سلميه، هيك نشوف العباد الكل معناها فهمتني ولا، وقفتنا وقفه سلميه. دونك رانا ماناش مسلمين في حقنا. هذا نداء لرئاسه الحكومه، نداء لوزاره التربيه، نداء الى رئاسه الجمهوريه، اعطي حق العباد هذيا، هذه عباد مظلومه، هذا يتسمى تشغيل هش، وتسمى اعتداء على الحقوق والحريات.
معناها انت اليوم جيت خدمني انا 25 ساعه معناها وكنك استعبتني تستعبت فيا انا تستعبت فيا اكثر من 8 ساعات في النهار ولا لا سبع ساعات معناها زايده في الاسبوع 25 ساعه في الاسبوع عندنا سبع سوايع زايدين نخدم معلم ونص عرفش معناها معلم ونص معناها ملي ندخل نحل المدرسه لين نروح نكملها بالسبت نسكر المدرسه ونروح معناها ولا بالحق والله يمهزل بالحق راهو والله يمهزل والله بالحق تدخل من الاثنين تكمل بالسبت وتروح معناها حتى راحه ما عندكش يا رسول الله يا حتى راحه ما عندكش يا رسول الله وتقرف النفوات الكل هات الاولى هالثاني هالثالث ومشي خدمني انا فهمتني ولا مع احترامي مع احترامي لحارس المدرسه فهمتني ولا والمهنه كل احترامي لها اخويا خدمني انا حارس مدرسه ومعلم وفي نفس الوقت والسلام عليكم هذا هو معناه دونك معناه حقنا رانا نطالبوا به يا رئاسه الجمهوريه يا رئاسه الحكومه يا وزير التربيه يا ستاف وزاره التربيه رانا ماناش باش نسلموا حقنا هابطون الامر الترتيبي وماناش باش نسلموا في حقنا اعطيوني يا اخويا اعطيني حق على ظهر القصعه يعطيني يا اخي يقول الدفعات الكل عندنا من دفعه 17 حتى الدفعه 21 وكلزم حتى 22 فهمتني ولا رانا نطالبوا بحق العباد هذه حق من المهضوم هذا وما نش نسلموا فيه احنا رانا معلمين متخرجين من جامعات تونسيه وان فلوس مترسمين عندنا اكثر من 10 سنين نخدموا في وزاره التربيه خدمنا النيابات صافي لونطوم انا عندنا أقدم واحد فينا عنده 10 سنين 11 سنة نيابات بعد تسوت وضعيتنا بالترسيم الترسيم جاء تصنيف جاء غلط فما معلمين صنفوهم أتروا ومعلمين أدو المعلمين الأتروا هذوما قارينهم ومعلمين أدو فرد قسم على أساس شنو التصنيف؟ شنو أنهم فما معلمين اللي نجح تصنف أدو وياخذ في أكثر شهرية وياخذ في 18 ساعة واللي يدوب بالطبيعة واللي نجح تصنف الأطر وا خاطر هو نجح ما خلاتش عليه نظام أمد واللي دوبل كان هو صاحب الحظ ولا يخدم في 18 ساعة ويخلص أكثر منه ب 300 دينار ومصنف الأدو ويخدم الترقيات نتاعو والامتيازات نتاعو الكل هذايا نحن عندنا مطلب هو قديم في وزارة التربية في بينا الوضعية سي تسوت في الصيف هبطونا على أساس أنا مش هبطوا دفعات ويهبطونا التكوين ما رعنا أنها تراجعت الوزارة هذه على العالة تاع التكوين كل مرة سيف كامل ونحن كل مرة نجو ممكن هذه المرة السادسة ولا السابعة اللي نجو وزارة التربية ديما وعود كاذبة ما فماش الصحيح ديما باش نسوي وضعياتكم ديما قبل راس العام ديما احنا اليوم جينا وحاطين قرار نهائي مانيش باش نتحركوا من هنا الا ما تتسوى وضعيتنا على خاطر احنا شخصنا مادام شنو هي جملة المطالب اللي انتم طالبين عندنا تخفيض ساعات العمل اللي نحن نخدم في 25 ساعة على غرار المعلمين الاخرين يخدموا في 18 ساعة ونخلصوا اقل منهم ب 300 دينار هما يخلصوا اكثر منا اعادة التصنيف نحن حاجتنا من معلم اول الى استاذ مدارس ابتدائية من صنف أتروا لصنف أدو ولحد الان فماش كل ما نجوا للوزاره ندخل نقابلوا الوزير مدير الديوان نقابلوهم الكل ديما وعود كهو الكلام فماش الفعل نحن اليوم نطالبوا بالفعل لان سي هي ما عادش عندنا طاقه ان نتحمل معلم يقري في 25 ساعه كيفاش مشي فيه كيفاش معنا نحن يعني نخدم المعلم العادي يخدم في 18 ساعه نحن نخدم اكثر منهم سبع ساعات واقل من شهرين 250 دينار يعني هذا ظلم ابدي واحد يخدم اكثر ويخلص اقل نحن توا سي معناها وصلت معانا للاخر مطلبنا اليوم لازم يتحل ما فيش حتى خيار اخر انا قاعده لهنا لين يتحل المطلب نتاعنا بطبيعه هي 18 ساعه وما هنا شاقه خلينا احنا نكلتوا في 25 ساعه نحن عباد تكلت يكفي انتم اليوم فكرتوا في التلميذ خاطر احنا تويكا في عطله ما انا ما حبيتوش تقصروا نحن مو قبل يقول لك تلميذ ومصلحه التلميذ والكل نحن ديما نتحركوا كيف العطل ما نخلوش التلميذ في خاطر التلميذ راهو ولدي وراهو ولدها ولد وبنتي وبنتها وراهو ولد زي معناتها التلميذ راهو ولدي في نفس الوقت اما انا هاني نتحرك في العطله ماك عندك سبب انت ما تقوليش تسيبليش القسم شادتهولك والعطله شادتك الوزاره ماناش متحركين ماناش مسلمين حقي باش ناخذوه بالطرق الكل زاد